فضيلة الشيخ، هذه رسالة وصلت من السائل عبد الله من اليمن، يقول في هذا السؤال فضيلة الشيخ: إن التمائم والتوله شرك، هذا الحديث، ما هي التمائم وما هي التوله؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. والرقى المراد بها الرقى الجاهلية التي فيها دعاء لغير الله عز وجل واستغاثة بالجن والشياطين غير ذلك، هذه شرك محرمة لأن فيها دعاء لغير الله. أما الرقى التي من القرآن أو من الأدعية الشرعية فهذه لا بأس بها. والتمائم ما يعلق، تمائم كل ما يعلق على الأبدان أو على المحلات أو على السيارات لاتقاء العين بزعمهم، يعلقونها على أبدانهم أو على ممتلكاتهم تكون بها العين بزعمهم، فهذا منهي عنه لأنه شرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من الرقى والتمائم والتولة شرك، لأن فيه اعتمادا على غير الله سبحانه وتعالى في رفع البلاء أو دفعه، فهو شرك كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. والتولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها أو الزوج لامرأته، وهذا من عمل السحرة، هذا من عمل السحرة كما قال سبحانه وتعالى: يتعلمون منهما، يعني من السحرة، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، هذه هي التولة. نعم.